موجود في سنة 96 واشتغلت في الاتحاد العربي والاتحاد الدولي، طبعا دكتور كبير. انا ابونا اشتغلت في الفترة اللي فاتت في اتحاد الكورة، انا عضو في اتحاد الكورة 20 سنة. ودكتور طبعا كوتي خبرة إدارية كبيرة، خبرة إدارية كبيرة رئيس النادي المحلي في المرحلة السابقة أو مجلس إدارة في فترة الأهلي الماضية 15 كابتن حسن خليل مدير النادي المصري، خبرة طويلة في كرة القدم